يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأت المرأة الطهر بعد انقضاء عدتها فاغتسلت وصلت، ثم بعد ساعات خرج شيء قليل من الدم، إذا رأت المرأة الطهر بعد انقضاء عدتها أو عادتها فاغتسلت وصلت. عدتها ولا عادتها عندك؟ أو كتبها عدتها، كتبها بالعدة على أنها عدة. إذا انقضت عدتها انقضت عدتها، لكن عادتها ما دام أن الدم لم ينقطع ولو كان ضعيفاً أو صفرة فإنها لم تطهر حتى ترى النقاء التام الذي ليس بعده شيء. نعم.